في الحقيقة وزارة الزراعة أطلقت حملة توعوية إرشادية تحت شعار معاك في الغيط، واللي بتستهدف التوعية والإرشاد الزراعي وكمان الإنتاج الحيواني. لا برضو زي ما قلت يا بسنت، إحنا بشكل عام محتاجين يعني مد أصول التواصل ما بين الدولة ممثلة في وزارة الزراعة والفلاح المصري. المبادرة دي يمكن هتساهم بشكل كبير في هذا الأمر، وهي بتستهدف إن هي تساهم في نشر الوعي عند المزارعين المصريين عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الطرق المتاحة حاليا. للمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة، الدكتور محمد القرشي المتحدث باسم وزارة الزراعة معانا على الهاتف. أهلا بحضرتك يا دكتور، وبعد التحية خلينا نتعرف على تفاصيل الفعاليات اللي بتشملها هذه المبادرة. يعني لو سمحت اشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا مستشفى، والحقيقه في اهتمام كبير من مع الوزير بالارشاد وضروره زياده التوعيه للفلاح والمزارع المصري باليات الزراعه الحديثه، وان يبقى في عمليه نقل سريع للمعلومه والوصول الى اخواتنا المزارعين باسرع وقت ممكن وبكميات كبيره من المعلومات اللي بتساعدهم على انجاح التعليم. عشان كده كان في اهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثه واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عشان نقدر نوصل لاخواتنا المزارعين. وطبعا هذه الحمله معاك في الغيط هي مختصه بان احنا ننقل المعلومات بشكل سريع. طبعا احنا في المعلومات الاكاديميه الحقيقه في المراكز العلميه وفي الجامعات المصريه على اعلى مستوى، عندنا كمان مركز البحوث الزراعيه اللي بيقدم عمليه تطبيقيه للبحوث العلميه والاكاديميه بشكل ميداني على ارض الواقع، عندنا جهات ارشاديه تابعه لمركز البحوث، كل ده بنقوم بنقل المعلومه ووضعها في صوره مبسطه لخدمه اخواتنا الفلاحين والمزارعين. وطبعا كان في حمله اللي هي بتاعت ازرع صح كانت مخصصه بنقل هذه التقنيات ونقل هذه المعلومات لاخواتنا المزارعين، ومستمره في توصيل المعلومه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبسط وسريع للفلاح والمزارع المصري. طيب هل المبادرة دي مرتبطة بوقت معين أو محصول معين خليني أقول، ولا هي موجودة طول الوقت؟ لا، إحنا مستمرين في تقديم كل المعلومات كل التفاصيل الفنية والعلمية للفلاحين والمزارعين بشكل يساعدهم في كل المزرعات وفي كل المحاصيل. طبعا إحنا الوقت الحالي هو وقت التجهيز لزراعة الموسم الشتوي، محصول القمح طبعا ومحصول البنجر والعديد من المحاصيل الهامة، إن شاء الله يكون بداية انطلاق لخدمة أهالينا والتقديم الإرشادات والتوصيات العلمية ليهم، وكمان أكيد هتستمر معنا في باقي المواسم وباقي المحاصيل الاسترجاعية. طيب دكتور، لما درسنا إعلام في حاجة اسمها تارجت أودينس أو جمهور مستهدف، أنت إيه اللي ضمنك أن المزارعين بتوعنا عندهم وسائل تواصل اجتماعي؟ أنت بتراهن على فيسبوك على مثلا أي وسيلة تواصل؟ افرض ان اغلب الفلاحين المصريين معاهم تليفون بزراير، يبقى انت ما وصلت لهمش. يعني عندك دراسه يعني بتقول اغلب اغلب، ده معناه ان في جزء كبير او جزء ليس بالقليل بيستخدم التكنولوجيا وبيستخدم التليفونات الذكيه. فايه اللي يخلينا ما نوصل لهمش ونساعدهم ونقول لهم المعلومه؟ يعني خلينا نعكس السؤال، ليه ما نوصلش للناس؟ لازم احنا محتاجين نوصل. واكيد على فكره جزء كبير من الفلاحين والمزارعين بيوصل لهم او بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وبشكل مستمر، سواء من خلال هو بشخصه او من خلال اي حد من قرايبه او من خلال حد من معارفه. ويمكن كان خير دليل على ده لما اطلقنا حمله ازرع صح، احنا حجم التواصل اللي وصل معانا او حجم التفاعل اللي وصل معانا زاد عن اكثر من 7 مليون تواصل ومتابعه واسئله واستفسارات، حجم المتابعين يمكن تجاوز 3 مليون مزارع وكلهم في مناطق ريف مصر وفي مصر. هو سريعا ايه هي ابرز وسائل التواصل اللي موجوده في الحمله بيستخدموها؟ يعني لو مسموح لينا نقول اسماء، طبعا فيسبوك وتويتر، في كمان انستجرام، كل وسائل التواصل. لكن هل في مرشدين يا فندم؟ يعني هل احنا اعتدنا وجود المرشدين؟ يمكن في حاجات معينه كده احنا بنحب نعملها زي ما بيقولوا اولد سكول، يعني او زي ما اتعودنا عليها من زمان. هل في مرشدين زراعيين بيتم اختيارهم خبراء بيروحوا يتوجهوا ان هم، يمكن في ندوات بتحصل مع المزارعين، يعني احكي لنا هل في ده موجود؟ طبعا ده موجود الحقيقه ومستمرين فيه. احنا عندنا كمان وسائل التواصل اللي بتنقل جهود الارشاد بتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تكون اسرع في الوصول، وبنستخدم التكنولوجيا عشان تساعدنا في الوصول لاخواتنا الفلاحين والمزارعين. الحاجه المهمه ان كمان اللي احنا بنعمله ده هو لم يغني عن وسائل الارشاد التقليدي، لما احنا بنضيف
ادوات جديده تساعدنا في الوصول للفلاحين والمزارعين. يعني احنا مستمرين في عمل الحقول الارشاديه، وعندنا هذا العام اكثر من 8000 حقل ارشادي تم تنفيذهم عشان نطبق المعلومات على ارض الواقع لخدمه اخواتنا المزارعين. عملنا يوم حقل وحصاد عشان ننقل المعلومه عند الاداره المركزيه للارشاد الزراعي اللي بتقدم دور ارشادي ونقل التكنولوجيا للفلاحين والمزارعين في كل قريه وفي كل نجع في مصر. ومستمرين في تقديم كل الخدمات الارشاديه حتى من خلال الجمعيه الزراعيه اللي بنحاول نعزز دورها ونطورها، وبنحاول ان احنا نرفع كفاءه العاملين فيها. بندرب كل العاملين في الجمعيات الزراعيه بشكل كبير، كل ده ادوات احنا بنستخدمها، وكمان بندخل ادوات التكنولوجيه عشان تساعدنا ان احنا نقدر نوصل باكبر عدد ممكن من الفلاحين والمزارعين. اكيد يعني هو عامل مساعد لكن هو مش العامل الاساسي اللي احنا بنعتمد عليه، ده كان اهم حاجه احنا عايزين نعرفها. شكرا ليك دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه.